مشاهدينا مستمرين مع مازدا ويك بأوتو فوكس وتحديدا SUV ويك عم نستعرض فيها اكيد طرازات المازدا اللي صرتوا تعرفوها كثير منيح على كل حال من وراء اوتو فوكس خاصة. مرة جديدة معنا مسيو توني عبدو. هاي توني، مدير مبيعات بآن بوخاتر وكلاء مازدا بلبنان. CX9 عم يكون تركيزنا كثير كبير عليها وحلو نحكي عنها لأنه فيها كثير مزايا. توني مزبوط. اليوم معنا اللون السيلفر الحلو كتير او الجراي اذا ألومنيوم ميتاليك اذا بدك تسميها كمان على اللون المضبوط. في سول ريد كمان بالمازدا، هذا اللون اللي بنحكي عنه دائما. توني 0% انترست مستمره بس كمان فقط لاسبوع واحد. مضبوط، 0% انترست هو اوفر بيمرق بس مره واحده اجمالا، ونحن كنا واعدين العالم انه بس يمرق مره واحده. على الطلب اللي عم يصير على السياره عم نضطر نحن دائما نمدد فيه، بس هالمره اكيد رح تكون اخر مره وعلى كميه محدوده ولفتره الجمعه اللي هي بأوتو فوكس بس. نعم. ندعي كل اللي عم يحضرونا اليوم لحتى يتفضلوا على الشورومات اللي عنا اللي هن تسعة صاليات عرض بالبلد لحتى ياخذوا هذا الاوفر ويستفيدوا منه، لانه بهالاوفر هذا لما نقول 0% انترست يعني عم توفر $12,000 بالفايده على سياره من على خمس سنين. على خمس سنين. نعم. يستفيدوا منه يعني حوالي $200 بالسنه تقريبا بينزلوا عن غيرنا. الفايده ليه؟ لانه غيرنا عم ياخذ 3.9 انترست، نحن عم ناخذ 0% انترست. ذاتس ات، يعني عمليه الحسابات كثير هينه. سيارة دائما بنحكي عنها من حيث شكل، من حيث المضمون، ودائما بنوضح انه CX9 توني ما سيارة لفئة معينة، بنقول دائما لكل الاشخاص اللي بحبوا هالانواع من السيارات، السيارات العالية، السيارات الواسعة. والميزة فيها مثل ما رح نشوف كمان بعد شوي هي انه 7 سيتر وكثير واسعة من جوا، غير انه في سيارات يمكن 7 اشخاص بحسهم شوي ضيقين. عم نشوف هون قد ايه السيارة واسعة من الداخل، حتى مع 7 كراسي في بعد سبيس وراء المقعدين خلفيين. الفكره الاساسيه مثل ما عم نشوف هون انه الركاب اللي قاعدين بالسياره ما حدا قاعد على حساب الثاني، يعني كلهم اخذين الحجم المضبوط، يعني بالنسبه للقعده لاج روم هاد، يعني كل شيء شولدر روم كل شيء. مثل ما عم نشوف هون كمان فولدبل رير سيتس اللي هن سكند رو والثيرد رو عم بيكونوا فلات، فيك تحط فيها اغراض، تطلع على جبل تحط فيها كل الاغراض. يعني هيدي السيارة اللي عم يطلع ويسوقها عم يضل عم يتعلق فيها، يعني بمعنى انه ما عم يضطر بقى يغير هالسيارة لانه مرتاح فيها العائلة. هون عم تشوف الشاسي تبع ال CX9 وعم تشوف اللون الاصفر والاحمر. مظبوط، شو عم نوضح؟ هذا مطرح ما بيكون هون عم بيكون الحديد مطرح ما فيه اللون الاصفر، هذا هون بيكون الحديد مقوى اكيد ومطرح ما فيه الاحمر لحتى يكون الكابين مقوى بطريقة انه ما تفوت الضربة ويصير في ديفورماسيون على الكابين وقت اللي بيصير في اكسيدنت. الله اذا بقى السيارة فيها رول ستابيليتي كنترول على كل حال، هي كسيستم حماية. ومثل ما عم نشوف الكورتنز ايرباج، يعني عم يفتح الايرباج من بالبيلر الاولانيه من البيلر اي لبرا كله سوا على لاخر راكب مثل ما عم نشوف لحتى يحمي اللي بقلب السياره، غير انه السايد ايرباجز والفرونت ايرباجز. المازدا بشكل عام عم تشتغل بحديد، هلا عم نشتغل ب 980 ام بي اي الحديد اللي عم بيكون فيه هاي تنسل ستيل، كل الجنريشنز عم ينزلوا جديد لحتى تاكد انه اللي عم بسوق السياره محمي ماكسيموم، ما في اقول 100% بس ماكسيموم. خاصه انه في جوائز وفي ريتس على السيفتي بعالم السيارات. نعم. وكل سنه عم تشوف مازدا عم تحصد جوائز اضافه للسيفتي كمان من حيث اللوك من حيث الفعاليه. نعم. وشفنا كمان المازدا 3 الجديده كانت عم تاخذ جوائز عالميه، وسي اكس 9 كان سبق واخذ ايضا. توني من حيث الشكل عم نشوف بعدكم محافظين على الديزاين، صرنا نعرفه كثير منيح الكودو ديزاين من الناحيه الاماميه، والشكل بعده هيك كلاسيكي وحلو للسي اكس 9 مع دخول شوي شكل رياضي. نعم. على الجوانب وكمان اذا اللاينز بنشوفهم كيف داخلين على السياره من اولها لاخرها. مزبوط، هم يعني المازدا دائما بالديزاين اللي عم تعمله او لما تعمل سياره بتشتغل على كل شيء، يعني على الديزاين، بتشتغل على اللوكس بالسياره، بتشتغل على السيفتي، يعني ما بتنسى ولا شيء ابدا، كل شيء بتركز عليه لتحطه بهالسياره لحتى اهم شيء السياره اللي بيقول لك انه فان تو درايف، يعني بهمها انه الشوفير اللي عم بيسوق السياره مستمتع بالقياده. يستمتع بالقياده باي معنى، انه انت بشغلك بدك تنزل مش مصدق انت بتوصل تدور السياره لتروح مشوار، يعني بدك تطلع انت تسوقها، بتشدك سياره لتسوقها، هيدا هو زوم زوم سبيريت او السول اوف بمحرك دائما بمحرك 6 سلندر عم نحكي 3.7 280 هورس باور اللي هي هذه السكس تاني اللي ورانا، مثل ما عم نشوف يعني الجنوط ال 20 انش، الزينون لايت، اللاد، الفوغ لامبس، كل شيء. واليوم مع 0% انترست وورنتي كمان على السياره. مزبوط. قد ايه الكفاله عم بتكون؟ الكفاله هي 5 سنين كيلومتراج مفتوح، يعني ما بنشوفها بلبنان الا بس عند المازدا، عند بخاطر عم يعطي للبرودكت هيدا 5 سنين كيلومتراج مفتوح، مشي قد ما بدك، السياره مكفوله لانها سياره يابانيه.
100%. شكرا توني على كل هالانفوز. بالختام رح نشوف فيديو خاص عن عين بخاطر، واكيد ما تنسوا wheelers.me لتعرفوا اكثر عن عالم السيارات. دائما بنقول حتى فيكم تشتروا سياره اونلاين عبر ويلرز. الى اللقاء. Effective, it is smart. Wherever you are, you can find one of our showrooms across the country. Located on the map and find our opening hours. In the showroom module, you can find all our vehicles. In one click, you can choose your favorite car and see which color fits you more and choose its specs. You can have a 360 view of the car and even discover its interior. You can also customize your car with any desired accessories, find out its price, and request a test drive. In case of a car incident, you can select the region, choose your insurance, and share your location with them. A towing will be ready. Our maintenance is known to be a 5-star service. You'll be able to check out in simple steps your regular, mechanical, electrical maintenance. In the body repair section, take a picture of the damaged side of the car, your ID, and your driving license, and choose the date and time that suits you. Back on the menu, you'll also find Mechanic, where you can enter your car details and find out when your mechanic is due. If you need to rent a car, you can choose one of any available models at A&B Rental Car. Book it, and here it is, ready to be driven. There are other services available. Pick and choose which coupons you want. Follow A&B Daily News. Check your detailed profile on My Account. The automobile application is available on the Apple Store and on the Android's Google Play. على wheelers.me بطريقة سهلة، نقي سيارة أو موتو أحلامك، قارن مواصفاتها أو سعرها بغيرها. wheelers بيساعدك على حجزها وتأمينها بأحسن سعر والحصول على قرض البنك بأوطى فايدة. ما لك إلا wheelers.me.